على السلاح ما باعتبار الوقع، فإن الكلمة اسم وكلها أفعال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كلمة قال الشاعر كلمة لبيب صلاة كل شيء ما قال الله رأيه. وقال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله وهي قوله قد ترجعون لعلي أنا الفرح في مقال. وهنا في أربع كلمات وكل كلمة جملة. أولا لعن الله من ذبح قوله، نعم اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فعن الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإباحيهم لعنه الله، المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإباحيهم اللهم لعن فلانا، المعنى أبعده عن رحمتك واتركه عنه. وقول من ذبح لغير الله، من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا او ذبح اسافا او ذبح بقره او ذبح دجاجه، كل من ذبح لغير الله توبى بذلك لغير الله. ثانيا وقول لغير الله، لغير الله واكمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي او ذبح للملك او ذبح للجن فانه يكون ظاهرا في لعنه الله والعياذ بالله. وقول لعن الله هل الجمله قدريه او نسائيه؟ تحسن ان تكون قدريه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بان الله لعن، ويحتمل أن تكون إنسائية بلفظ القدر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح لغير الله. وأيهما أبلغ؟ القدر أبلغ، القدر أبلغ، لأن الدعاء قد استقرار قلب الدعاء، لكن القدر أبلغ. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن والدين أو سبهما وسكنهما. فاللعن من الإنسان بمعنى السب والسكن، بمعنى السب والسكن، فهو اتركت إنسانا أو سكنته فهذا لعنه، هذا لعنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف يلعن رجل والدين؟ قال يكب أبا الرجل ويكب أباه ويكب أمه ويكب أمه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو الصد والسكن. وقول والديه الأم والأب، طيب الفتن والفتن وهذه مثلة كما أن ابن مدن وابن بنت أولاد فكبر الجد أب، الجد أب إن هنا ماذا مثل مالية مثل من الحقوق، ولا خص أن هذا حقوق، إننا نحن نعلم أن لعن الأب الأبناء أجد من الآخر من الأعلى، لأنه أولى بالجد. فقوله والدين يشمل الوالد بالصوت ومن فوقه، يعني نفرس، يعني إذا أضيف يكون من أضيف. أرى من باب الطبيعة لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال يسب ابا الرجل ويسب ابا، ومعنى ذلك ان اللعن المتسبب فيه اللعن المباح. وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعده، وهي ان السبب من منزله
المباشرة، قدر الأمور المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والديه، القرن بين هذا والدين لقبله، وأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعد وبالوالدين إحسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قضية حق الله والكفر به، ذكر قضية حق الوالدين، يعني حقهما بعد حق الله. اليوم الوقت فمن آوى المسجد فهو ملعون، والمسجد مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا للأمر أي في سبل الأمة بجرائم وغيرها، أو كان مسلما في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في الله والعياذ بالله. وكذلك مما ترى وأن الإيواء المسلمين يبقى الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وعارض أشد وعارض. فعلى هذا تكون التحذير من البدع والإحساس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بعض الحديث ولو كان عن المسجد وهو كان من غير الصورة. والثالث الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدث بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولا من يصلح تجاره، 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 ولا من يصلح تجاره. هذا ملك انا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان يحل 8 متر ممكن يكون جار بقوة على حسب. لكن من غير منار الأرض ظلما، من غير منار الأرض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثره من ظلم من ضابة العقارات والعياذ بالله، صاروا يبلعون أراضي وهو غير منارها يكون جنس والعياذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من استطع سترا من الارض ظلم قوته من سبع اراضين ومثواه. من الارض وحده من سبع اراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنه. والامر عظيم، مع ان هذا الذي يستطع من الارض والعياذ بالله ويغير المنار او يقوم على الخط هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ وقت ما أخذ. فالحاصل أن هذا دليل على أن صغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب، وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبهواء أهل الكفاء، مما يدل على أن أمره عظيم، وأنه يجب على المرء أن يكثر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من الله. من ذبح الغلب على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آثم، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا وهم معفون عنه لكنه لا ينفعه عند الله. وما قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل العاقل والجاهل المتغافل. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة ولم يجد بابا. الجنة ولا الجنة؟ وانت تقول وبنهار على خلاف العقل. وقوله سيد بارك في هنا للتبديل يعني بالطبع، ووصف للربية مالك. ودق النار رجل سيد بارك أي بالتبديل، فقد دقى قدس وجنة من ودق النار عمره بعد سهل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم ثمن لا يذوقه احد حتى يقرب له شيئا، فقال لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو لبابا. فقرب لبابا فخلوا كبيره فدخل الناس. اذن ذبح لغير الله وضبع شيء مؤخرين من الخلق هذا موت، لكن من هذه التقرب لهار الخلق فكان مشركا ودخل الله. وقال الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف من الذين يحبذون الحديث البعض ما جابوا عن السلام تقولون عن عنده ماذا؟ أرض حافظ وين عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد لا اللي عندي انا رقم 10 و2 برحمه الضعف وعجب فيه على كل فهم. انا يبدو ان اللي عندي عليه المسؤولية تجي وضوية هذا الخبيث اولا الشرح اتوا على حميد يقول انه موجود لكن قدما نفسك فاتحينه من والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه رابع أنه سمع من رسول أم لم يسمع، لأن مرسل الصحابي حجة
فانه معروف، وان كنا غير صحابي فانه مرض، فانه مرضى ومرضى غير صحابي من اقدام الضعيف او لا. ثانيا الحبيب معنعم من قبل الاهل ومن النهار، فتعرفون ان الاعمش من المدلسين، الاعمش من المدلسين، وهذه افه في الحديث، هذه افه في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من اجل هذا، من اجل هذين الفروعين. فإن كان الأول فهو من باب العبد المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عبد العام أو الخاص. نعم، ويبقى في هذا الثاني أيضا يحسن الدفع والنظف من العبادة. تكون ورجحنا العموم، يعني يبقى في الدفع ولو خف ما بالذات خرج بقية الإبادات مع الصلاة والذات. وقول كان من ربكم حرق المعين رواق النحر هنا زكاة الإبل ورسم الزكاة أيضا، وهو يقود البقر وقرن، وهو دليل على أن الزكاة إبادة، لأن الله تعالى أمر به. نعم ثالثا البداءة بلعنة من ضبح لغير الله. رابع أخير من ضبح لغير الله. والله تعالى عندما يذكر الحقوق وابدوا اولا بالتوحيد، واعبدوا الله وربكم به شيئا وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والنبيين الى اخره. الرابع لعن من لعن والديه، ومنهم طلعن والد والرجل ولعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ما معنى او تثبته والنعمه معنى احدهم ادعى عليه اللعن والثاني تبه وتدمير. نعم، لان الرجل تثبته عباره عن يكب على الرجل ويسبوا أباه ويسبوا أمه ويسبوا. نعم، الخامسة لعن من آوى المسلم، وهو الرجل يحدث سوءا يجد فيه حتى اللعن ولم تجد يجيره. إلى من؟ إلى من يجيره؟ من بعد كالسابق أكثر. هذا أيضا قلنا أنه وصل الخوف بفجرة اصوات الدين لجرة، فمن اوى مسجدا ببدعة فلا يحوضه، ومن اوى مسجدا بكريمة فهو ايضا واثم البدعة. واذا كان هذا في من اوى فالذي فعل يكون اخر، وقد يقال ان الذي اوى اخر من جهة انه يناصر هذا ويقوي الجانب بقضاة الفاعل وأن يكون ما مخاف به. ها؟ ما نتعدى من الحديث.
من أواه وهو مرعون، والواسطة يعني أشتك اللي يتساعدك يتساعدون كيف ويقعون كيف شوف الكباعة تسعود حقا 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 لأن الإيواء معنى هو ناصره وبقوة المفتاح يكون مثل ما في العام قد نبوة قصيرة قد يقبل وقد لا وضع مثل مفتاح الأرض محرك الله ورسوله ما رضع ما رضع يعني من المعاصي أحسن ما تجد الله فقال من أراء الصبر مغرور البارة إذا أراهم من حدث من هذه الحدث فهو معلوم إذا أراهم الدفاع عنه وعن عقوبته فهو بطل وإن أراهم من حدث معه فقرأ وله فرق وأن المسلم المسكر عليه وقام المغرب جاء سائلا أو هذا هو من حصل منه إنه هو كان من الرجل ويتمرد ويبقى على المعروف أو إنه من غرب بالجراء على هذا العمل فلا يجوز لأن السفر ولم يكبر الاختفاء وأن المتمرد والوالد لكن ما يجوز أصحاب سارمات لا أن من غير منار العرض وهو المراسيم التي تفرق بين حكس وحكس جارة فتغيرها بتقديم أو تغيرها عندك فتغيرها يا أين فتغيرها فيها يا أين ليا ناحية وإن فتغيرها بتقديم أو تغيرها السابعة إن منار الأرض أعلامها وهي مراسيم اللي بين خميدها كان بين سبان الحصير يعني حيث عام سمد الله أن الإنسان قد جان مراسيمه ودخل فيه وهو باحث الله ولو أخر مراسيم الإنسان ليوصل السوق ظلما هو داخل في الله وباقي في الله يعني مثلا يجي الواحد يقول أكثر مثلا من رسمنا وأن يبدو أن نساء ويتوحد الحرام هو يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن أو هو وإلا فهو محرم وداخل في الله نعم السابع عن شرط بين لعن المعين 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 ولعن أهل المعارف على سبيل العموم طيب مين نحن هذا فالتنين نأخذ إنه معين يخالف هذا من غدا عام من غدا عام من أول والمعلق يقول انك مثلا لو رأيت انسان تتعاون ما تقول اذا عنك الله تقول لعن الله من اعوم ما تعني هو معك يعلم من اين يؤخذ هذا من الحديث هذا طيب هذا واضح اذا عن عرف هذه الامور إذا قال على يعني هذا وارد من على سبيل العموم إذا قال اللهم لعن من أوان الظلم اللهم لعن من غير من الأرض هذا وارد لكن لعن المعين يقول المؤلف من إشارة مهم ذلك لعن الظلم فنحتاج إلى دليل وهل الدليل ممكن أن يؤخذ مما ذكر أو من دليل منفصل وفي طيب نقول الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حار يلعن اناسا من
من المشركين وهو جاهلية. اللهم لعن فلان وفلان وفلان. نزع عن ذلك فلان. نزع عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك تقول عن رب معين فإنما يقول الله عليك. وكم من إنسان كان على وقت يستحق به اللعنة ثم هذا كتاب الله عليه. فإذا لم يؤخذ من دليل منفصل وكأن المعلم رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. وجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم لاعنا بالعموم ويقع الخصوص من على عصره لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعام. فالعصر إذا المنع من اللعن أو العصر. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذا يبقى بعض الرجل على عصره لعل هذا المؤلف الحكم من هذا وإلا ما في التفريق. والثلاثة الآن أن لعن المعين لا يجوز والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أول في العلم. وأما لعن الذنوب لعن الله من أوى مسكنا لعن الله من تخلى في طرف الناس لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به أو لا بأس به. قال لها قصة القصة العظيمة هو قصة الجبار. هنا هذه القصة تقدم من الحديث فيه رعب نوض أنا أنت ما أرأمت ونفر كارب الجبار. وقلنا إنه أيضا الذي يخرج الدرجة يحدد من الموضوع أكثر. نعم قال هذا كأن المؤلف رحمه الله في شخص المؤلف كأنه قد شفع قريب ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حكم دليل فرع عن صحته من قول من كنت فيه ما فرع عليه. وقصة الجبال كما معروفة إن الرجل الذي رمان حين قرب قال له قرب ولو جبال فقرب جبال. والثاني قال ما أحسن به يقرب لأحسن شيء من الله فقتل. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. في تنفيذ عن يحميد يقول لي ما رأي بحميد يقول لي ما رأي بحميد يقول لي ما رأي بحميد ولكنه قرح واحتنت إليها واحتنت إلى سياسة فيها هذا الصوت نعم الصالحة كونه دخل النار بسبب ذلك الجبال الذي لم يبصده عليه تكلفا من فره. ليس مسلمة فإن قولهم قرب ولو جبارا يقتضي أنه جعله قرب. أما لو جعله تخلص من قربه فإنه جبار يعني نقص الجبار. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأة فطلب تبعا لقوله يعني طلع يعني طلع
فإن طلاقه حرام. وإن طلق دفعا للإحرام لم يقع الطلاق. وهذا الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل حرم نية التقرب، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وستكون موافقة لهذا الطلب أو الأصل. وإن فعل فعلا مبنيا على طلب وهو محرك حرف تمام فإن معناه أنه فعله بنية هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرون هذا لأنه لو فعله لقد تخلص ولم يكن سفر بهذا الصمد بالبطء فإنه لا يكفر. لعموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوتي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من فرح بالكفر صدرا فعلوا المغرب. وهذا الذي فعل ما يوجد الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان أيضا مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره حديث والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول بعض في حال القول فقال لم يفعل وإن كان على القول فقال كفر ويستدل بكفر الجدع. وكفر الجدع كما ترون فيها نظر من حيث الخطيئة وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة حيث الدلالة بما شرحنا ولا وش الفرق بيننا فعل مبني على طلب او حال على حال الطلب واضح. ولو فرض ان فيه احتمالا ان فيه احتمال ان الرجل تقرب للجواب الخلق لو فرض هذا نعم فان لدينا نقص محكم في الموضوع قرآني محكم وهو من كفر ما قال بالقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أسره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من فرح بوجوده فتى هذا المعلم. المعنى عندنا من القرآن واضح صريح فإنه لو ورد إن صحيحة على وجه يشتبه وإن تكمل على هذا النفس المحكم هنا الله سبحانه وتعالى عندنا على كل يتحدث لأجل الظلم الأول الظلم الأول وتقرب إلى الله ما مرضنا لو عدنا ضوء ضوء به نعم. ولكن عندنا آية كثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت نعم نعم ما يجب أن يكون هذا الشيء العاقرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يخرجوا إلا العمل الظاهر. وهذه المسألة فيها تفصيل هل الأولى أن الإنسان يخطف إذا أتبه على الكفر الأولى أن يخطف ويقتل أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول
أما كن يوافق ظاهرا وباطنا فهذا يصح منه الجهل، إن وافق ظاهرا وباطنا هذا لا تجوز، لأنه ردة. فالأقران ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا أن هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا أن لكن يتخلف من الإقرار هذه عرضة، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويكتب منه، فهذا أيضا جائز والرمي حر. لكن أيهما أولى أو يكفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل، يقول إذا كان الإقراء لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة، وكان الإقراء لا يترتب عليه غرض في الدين بالعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً، لكن الجنائب كان بقاؤه فيه مفتاح من الناس مثل صاحب المال او صاحب علم او مع الزواج، وحتى وان لم يكن في مصلحته بقائه على الاسلام وابواب العمل الصالح خير، وهو قد رفق له في بئر في ان يكثر راهه عند الاسلام، فالاولى ان يتعول، فالاولى ان يتعول ويوافق ظاهرا لا باطلا. فإذا كان في موافقته وعدم حضره ضرر في الإسلام فإنه يصبر وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما تفت حال من عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرار المسلمين تخفى عليه الفكرة من قبلنا، وأن الإنسان ينصف ما بين لحمه وجلده عن شاطئ الحرير وخلاص، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الألم. ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله يوجد الصبر وراء بعض العلماء يصبر، لأن الإمام أحمد لو أنه وافق ظاهرا في نسبة عظيمة كثير، فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، ليس من باب إلقاء الناس، هذا ليس من باب الصبر لإلقاء الناس، من باب الصبر للجهاد في سبيل الله، أن يجد المجاهد في سبيل الله بماله وراسه، وصار فرق بين الإقراء الشخصي الذي ما ترتب عليه ضوء، وله كما قلت كم حالة؟ لا لا موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز، موافقة ظاهرة لا باطنة هذه واحد، وكذلك الصبر على القتل فهذا أيضا واحدة، ولكن من أولى العهد بالرفقة من أجل بقاء من المسجد. إلا أن إذا كانت مثلا الإسراء يضر بالدين، وأن أفضل على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر نهاية للناس إلا حماية المسلمين، حماية للدين، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مثل هذا بل وافق المسلمين في ذلك الوقت المسلمين في مكة، هذا ضرر عظيم على الإسلام. وذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضرة على الإسلام، مضرة على الإسلام، عرف التفصيل في مسألة الإسلام. نعم. الحاضر يتأثر إن الذي دخل النار مثله، وأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار من البداية. عرفه يعني ان هذا رجل كفر بالزبار،
الثاني هو السبب في ذكر الإيمان. فكان بالأول مسلم كان بالأول مسلما ثم كفر بتقريبه مخصنا. وقول السيد بعد سيد الصرف ما فيها البقيه نظر لكن بسبب من غيره قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في الرحم وقالوا عشر فيهم شاهد الحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشر؟ فيهم شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى حدث من فرات الأرض والنار مثل ذلك. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين. الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى حدث من فرات الأرض. لأنه نفسه على الشعر وهو بعيدة كيف قال الرسول عليه وسلم لما سئل عن عمل الجنة وبعد النار قال لقد سألت عن عظيم أبعد ثم قال وإنه لا أعلم يسأل الله عليه الجنة إذا قربت وكل إنسان في آخر وقال وينشرف ويسأل عليه والنار إذا قيل له إنها أقرب من ثلاث نار وإنه خاص الخاص ويتوقع في مسجد لأن رجل الرسل يرد كلمة توصل الإنسان إلى أعلى الدين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل الشرك. نعم الصراط هذا الصوت الذي يكون على رحل قبل معرفة أن عمل القلب هو المذكور بالعمل حتى عند عبادة الأولى عبادة الأولى حقوق أن ترك العشرة مع التاسعة فيها أن تبتنى لأن تترك العشرة حال الحكم على عمل القلب وتتابع حاله على الظاهر لأنه قال تحبه في المسلم ومع ذلك أن تعطينه سليم وهنا يقول أنه العمل بالباطل وعمل القلب ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار عليه على القلب توقع أن العمل يرقب على القلب والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اشتراكهم في أعمال الأفعال والفرقان بينهم قصدا وذلا والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمال ابن البدنية والبلاء هنا يعني كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله لا تزيد ما من الله عنده ما يرد باسم الحق ولا يدعو باسم الحق بعض الناس ايضا يكون عنده ذل للحق كله لكن ناقص بالحق ناقص بالحق يكون عنده موضوع مثلا ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة ونحن دائما نكرر عليكم وهو تتابع على أنفسنا الله أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله وتحركاته. نعم فبنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره منه من اعتقاد الشهر أخواله والقلب والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه والإخلاص أيضا ومن أعمال القلوب. إن دائما يكرر عليكم الإيمان بأعمال القلوب وأن الإنسان يحرص على الأعمال القلوب أكثر من الحرص على عمل البدن
وقوله. وأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله وهو فسد فسد الجسد كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين على يد القرآن والسنة على يد القرآن والسنة هو الصراط والرجوع إلى سورة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف أحواله وأسباب أحواله وأقواله وجهاده ودعوته هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما كان المؤلف مصطلح ثم الإنسان يعرض عن السنة ما يجعل له همة ما يجعل لها همة في قلبه إطلاقا إلا مقدار ما يقوم به أوجه ودينه بمعنى أنه ما يبقى القلب عن السنة أبدا يتحب النصارى وأبين ورد كبه حفر المال في القلب نعم وما رأى أصحاب الأموال يقول لك اتوقع غلط قلبه حسرات نعم وما ذلك ما عنده مال يعني مهم معنى وجود المال في الإنسان ظهور على من يتعلق الموت فالقلب غير الوجه فالغير الوجه ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يجده من الدنيا يقول لبيك إن العوف عوف الآخرة لبيك إن العوف عوف الآخرة لبيك يعني أجبت لأن النفس قد تشرب شوفا بها أجبة تطبعه ويقول لبيك يعني إقبالا إليك وعبادة الله ثم يحمل النفس يطمئن يقول له إن العيش عوض الآخر وهذا هو الحق عيش الدنيا مهما كان في مصائب ومهما كان فيه من الأمور والسرور والفرح فهو ما يساوي في المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والتوكل على الله أبدا وهذا أمر لا نشك فيه مجرم ويقول بعض السلف هو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وطار دون عدد الكثير الملوك وأبناء الملوك ما نأثر منه في دار الدنيا نعم وهو يعلمون أن فيه وطار دون عليه الكثير لأن شروع قلب الإيمان والتقوى غير شروعه بصفة المال أو بحكم الفصول أو بالفقمة أو بالزوجة فرق نعم ليس مخصوص على الناس تحسب الشروع بالمال نعم يحسبوا عنه يحسبوا هذا المال فهي كنت مرة هو لا مخصوص هو عرف لحاء النعمة المال الصالح وربيع الصالح أنا تحسن أن ينافس بنفسي قلب الدنيا هنا تقول الله يا ربان بالدنيا هذا عمل بالدنيا وباع واشترط لكنها في أوجوه مرض في قلوبهم في قلوبهم المهم مثل ما قال في الجنة قال وما لا فلا تتبعوا من نفس لا تقبل نفس مطبائي من الله قبل المال إلا في الحكومة العوضة وتقبل عجابة وتتعاملها عن الناس أو تكتسب وغير التخرج تبهير الله فأنا كما إني مثل عاصمة كما نهر الشخص يطلب العلم لينتفع به وينفع فهذا رد من يوجد الإنسان عنده مال يطلب المال لينفع به وينتفع به ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسب إلا اسم العلم أحدهما صاحب العلم يعلم الناس والثاني صاحب المال ينفقه بسبيل الله نعم ودينه ينفعه المال والعلم لكننا نستحي ان من اخلاق صلاح القلب الله يشغل قلبك في الدنيا ما في شيء يعني ما في شيء يغضب على الانسان كلها الامر الحسد هنا حسد الغصه وانها يستحق الى ان الله اعطاها للشيء وهو يستحق بشعوب وظلم انتصار
ما استطاع الرجل قالوا أن عندي من القرآن يعني أنت فيها عن القرآن قال هم في الحج الخوف قال بعض من لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الانتقال من المؤلف من أحسن موقف الأول الذبح لغير الله ونفس الفعل لغير الله وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله واحد يذبح تركيا ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام هذه صورة المثل لنفرض ان في مكان حوله قبر او صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصحبة القبر فعرفت ان ذبحه لله عز وجل في هذا المثال وجود الذبح لا يجوز لا يجوز لانه موافقه للمشركين في ظاهر الحال انت الان بعد حاله ان يكره موافقه لهم مشرك لانك ضربت في هذا المكان الذي لا يوضح فيه الا لله الذي يوضح فيه الا لله وربما ان الشيطان يدخل في قلبه نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن تبحث هذا المكان أفضل وما أفضل ذلك وهذه لا شك أنها خطر على قلبي فأنا في جهاد والمهم أنه ما يجوز للإنسان يربح من باب مكان يربح فيه بغير الله قال الله تعالى قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا ومسجد أخرج على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبون الطهرين قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير يعود على نفس النبي لكن هذا النفس النية فيه داخل والذين اتخذوا مسجدا قرابة وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله عوذ بالله كيف النجاح اتخذوه ضرارا لمسجد قبى وهو حول قبى قريب منه لقد أرانا بعض الناس من الشامس موضعو جبال وطرق حائط حول المسجد قبى هذا المسجد اتخذ ضرارا او مضاره لمسجد قبى ثانيا كفرا بالله لانه يحرك في الكفر والارتباط لان بني اتخذوه منافقون واحسان تفريقا بين المؤمنين بدل ما يصلي في مسجد قبى شخص او شخصين يصلي فيه نصفا يروحون يضافون الى المسجد الاخر والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يقال ان في رجل ذهب الى الشام وهو فاسق وانه كان بينه وبين المنافقون من كفر المسجد مراسلات وكانوا جعلوا هذا المسجد بتوجيهة منهم ويجتمعون فيه يستقيم ما يريدونه من المكر والكيد والخطوط والكيد مع أصحابه ويقول الله وقال الله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى هذه همة المنافقين همة المنافقين الأيمان الفاضلة يحلفن إن مخصصة من الثقيلة الدليل وقوع للسجن بعد إن أردنا إلا الحسنى ما أردنا إلا الحسنى والجواب عن هذا الجميل الثالث والله يشهد إنهم لكاذبون الله بجانب المنافقين وابتلى الله الشهادة
والحكمة من هذا لأن ما يصرونه في قلوب وضلائل ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المذنب في قلوبهم بالنسبة إلى الله وأنه أمر مشكور يرى بالجوار. نعم هذا قال والله يشهد إن المنافقين والكاذبون في صورة المنافقين، وهنا قال والله يشهد إنه لكاذبون، ثم قال باقهم فيه أبدا ولا ناحية وباقهم في المضارع المجيب إلى النار وعند ربنه قولوا السميح بويس وعند ربنه الزواق لا لا ما حدث من البدن في دول الأسرة على مجال يستثنون، لكن حدث الواو لأن ذلك نفسنا عقوله وهو الثلاثين طرق قال لا تكون فيه أبداً أبداً، وهذه إشارة إلى أن هذا النفس يتوقع مسجد مساحر لله ما يمكن من قبل يستثنون لمسجد أسجد على السطوة عدم هذه الاستجداء ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تكون فيه، وفي قوله مسجد أسجد على السطوة في هذا التنكير تعظيم تعظيم بدل قوله أسجد على السطوة أي جعلت السطوة أساسا له وقام عليه على السطوة أحق أن تكون فيه يعني من هذا المسجد الضرار الظاهر والله أعلم أنه يستحق الواجبة يعني أوجب أن يرى أوجب له الصرف بجواب المسيح ثم قال فيه إخواني من الصبر الله من استشعر الصبر من أول يوم أحق أن تكون فيه، وبينا أن هذا يعني مسجد الضرر، وأن رفع المناسبة إنه لما كان مسجد الضرار مما اكتفر بالمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين، ونهى الله تعالى رسوله أن يكون فيه، كان فيه قليل على أن كل مكان يوقع فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ بالصلاة رسمه المعصية فلا يقام فيه الصلاة، هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح به الله كان ذلك حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله، وقد يتمنى كلام على ذلك إلى آخرين لأن المعبد يقول الآية ومثل نفسه على صوت من أول يوم أحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أي في هذا المثل رجال يحبون أن يتطهروا وخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم ذكر كما سبحان الله من في قوله يحبون الله لكم وبن طلبتم إليه من يتورد عنهم فأعرض عنهم إنهم رجل المنافقون رجل وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، وقوله يتطهروا يسمى طهارة القلب وطهارة البدن، طهارة القلب من الصلاة والنفاق والفصل والغل وكل ما يروح القلب وطهارة البدن من النجاسات والأحجار، والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين ولكن أذن الصبر الصفاء وعمرة تصوفية معروفة، لقوله حب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، وأهل التحقيق يقولون من رب المحبة الثواب أو إرادة ويستوفرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ
وأن الصواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها رفض محبة المخلوقين. قال وعن خارج بن الصحابة وأن هذا مكان يعرف من الله عز وجل حرم والله نهى نبيه أن يكون فيه. المكان الذي يوضح فيه رعي الله مكان يوضح فيه الله كونها أن يتعبد لله فيه كما نهو أن يتعبد لله في الصلاة في مثل الله. أصبار في الحنيفة تقدم لنا أصبار عن العلم فيها وأن صحيح ما ذهب إليه عمل من عمر من ظلمة فيها صور صبر نعم قلنا هي محل معصية محل معصية وهذا محل إصبار لكنه يمكن المجابة عنه وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتبرون من هذه العبادة وهم يمكنون منها أن نستمع منها لأن الإنسان يقر على هذا العمل كما هو معروف بالنية وبصلاح هؤلاء أن هؤلاء ما يقرون على نساء نعم ربما يمكن هذا القصد. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا بدوام نظر أن يضرب مع الإلزام والعهد الإلزام والعهد وهو صباحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة وبعض يقول ما نشأل من قلبه غير واجبة وأنه إذا نظر الواجب صار واجبا من وجهين من جهة النظر ومن جهة قصر الصلاة. والنظر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستقبض به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله يحب منه ويكون كذلك رياض التحسين على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر ينجم وتجده يحصل جنوب الصلاة مما يرى بفضله عليه ومشقته. ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأثر له حاجة يريدها تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليك بجلب الخير أو دفع البلاء إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بإدوانه فالإبل اسم ذنب لا واحد له من لحظه وكله واحد من معناه مش واحد من معناه طيب. وقوله بإدوانه أيضا بمعنى وهو الفارسية والمعنى بما كان يسمى هو فطاره النبي عليه الصلاه والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان هل يفعل صوف بنظره فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر او حجر منفوذ أو غير منفوذ أو أن كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. وكان يحتفظ بما صنعه آدمي والوطن إذا كل ما عبر من الله فوطن. قال هل كان فيها وطن من أوثان الجاهلية أو الجاهلية نخبر بما كان قبل الرسالة. وكنا في ذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة وقوله وثن وهو بيان للواحد وأن الأوثان هو التي تعبد من دون الله
قالوا لأن الخائر واحد، لكنه لما كان هذا الخائر محظورا يعني عنده ناس أجابهم النبي عليه الصلاة قالوا نحن. وهذا لا مانع يعني أن يكون المدير فور الخائر. قال السحر كان فيها عيد من أعيادهم، فكان فيها عيد، العيد اسم لما يعود ويتفرغ، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن البرية يعتادوا أن يصلوا ظهر المكان ويتخذوا هذا اللون عيدا وإن لم يكن فيها وطن؟ قالوا لا. وقال سائل عن الرجل عن الشرك ووصل إليه، وين الشرك؟ هل كان فيها وقت وقائله العيد آيات الجاهلية التي يحضرونها ويصرونها كل سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا بعض المفردين قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا في الأمر مبنية على الكفر، أو حرف الواو يعني مبني على حرف الواو وكسر قبلها ضمير عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الاتباع؟ نعم، يحتمل أن يراد به الاتباع، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة لنحو الأذن المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعجب من اتحاد ذلك المكان، لأنه لا يتعجب أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل، ولم تميز بالفضل معه المفاضل الصلاقة المرور الصلاق. فعلى هذا نقول أو في نذرك من نحو نحر الإبل من حفل ونحر واضح. وأما بالنسبة للمكان فهو مباح، والدليل على أن المهور الإباحة إن حفاظ أرون سؤالون، فلو أجيب بنعم لقال مقام لا توجد. فإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل التطبيق نقول أن في ذلك للإباحة. وقول عوفي بنذرك عمل عليه الصلاة والسلام، قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. لا هذه نافية الدين كلها وفاء نعم اسمها ولنادر خبرها وفي طاعة في نافية الله صفة من نذر من نذر. يعني لا يمكن أن يوفى نذر في نافية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصية فيه، وليست المعصية مباحة لنقول الآن. والنذر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، بعض يقول خمسة بقيت إلى الآن. أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحمل الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين. يعني إن شاء وفى به وإن شاء كفر. أولا النظر ثلاثة أقسام، ما يجب الوفاء به وما يحمل الوفاء به وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع،
والذي يحكم الكافر نظر ما هو وقوله صلى الله عليه وسلم من نظر ان يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فمن اللجاج والغضب نذر المباح. مثل نذر المباح مثل قال لله على نذر ان انفك هذا الشيء هذا نذر المباح. ذكر الصور هذا المعين ان شاء الله ذكر ان شاء الله ذكر. فهذا حكم حكم اليمين ان شاء نذر بطل الصوم وان شاء لم يلبسه وخطا الصادم. نذر اللجاج ايضا يجري من اليمين وهو الذي يقصد به معنى اليمين. يقصد به معنى اليمين يعني انه يقصد الحق او المنع او التصفيق او التصفيق. وهو طاعه هو خير بين فعله وكفاره اليمين. مثال قال كان ان اليوم اخذ كذا وكذا وقال الاخر لم يحصل. ان كان هذا حاصلا فلله علي نذر ان اصوم سنه او اصوم شهرا. هذا مش الغرض من هذا النذر. نعم الغرض السيء وجود المكابر. ان كان هذا حاصل بالله على نذر ان اكون شهرا. فهنا تبين انه صادق تبين انه نفسه صادق. النادر حمد ولا لا حمد. يخير الآن بين أن يكون شهرا أو أن يكفر كفارة اليمين. أو أن يكفر كفارة اليمين لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حمد. وإن يكون حمد والحمد في اليمين يكفر كفارة اليمين. مثل أيضا لو نزل ضيف على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة وبعد ذبح الذبيحة الله على نذر إني لأصومه يقول لفهد منه إيش غرضه؟ لكن أمكنه لأنه هو راح يذبح الكلب في الضيف لكن صاحب المنزل ذبح. وماذا يكون؟ نقول لهذا النادر في شركة فاتن شهرين ومن شركة فاتن إذا كفر كفارة يمين. لأنها قضاء النبي لمسحب من أحوال الله وكفر من رأس أبواب وكفر الله أحوال رحيم وكفر الله رحيم وحلت عينه إذا الله رحيم يمين. والنظر إيجاب هو بس أكثر من هذا. ويبقينا في نذر المعصية كنا لا يوجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن هل يجب عليه أن يكفر؟ ولا أولى منه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وعليه كفارة يمين لأنه نذر ولم يفي. نذر ولم يفي فإذا نذر ولم يفي فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين لأن الله تعالى إنما بصر وضمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بصر ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعتدي. ولكن المشهور من الإمام أحمد أنه يفسر كفارة يمين. وكتبه بحيث ورد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حين الماقية أن يفسر كفارة يمين. وهذا أحوط إذا فسر فهو أحوط داخلين وأن فيه مصلحة رابعة وضع بهما ينظر نظر ناقية. وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وضع النذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم الذي لا يملكه ومن معنيه أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان طيب لو قال لله علي نظر ان اصعد السماء مثله ولهذا الفقهاء ينسبون لهذا بالمستحيل يقولون بهذا المستحيل نعم لكن عرف الاول عن القران هو قائم عرف المنزل نعم ما ساقه المؤلف من أجله وهو أنه لا يدرك بمكان يدرك فيه لغير الله والحكمة من ذلك أمر أحدهما أن ذلك يؤدي إلى تشبه بهؤلاء الأحكام والثاني أنه يؤدي إلى الاعتراف في هذا القرآن لأن من دعاه فتربح في مكان يربح فيه المشركون وظن أن يكون المشركين جائز وصحيح ولذلك ذبح فيه فلان
وفيه محورا. المحور الأول أنه يؤديها التشبه بهم إلا ما يكون تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى رسولات أبا الشراء وفوضهم، لأن من رآك تضبح في هذا النساء ظن أن هذا الفوضة صحيح ولا روض أن هذا محظم. ثم إن فيها أيضا محور ثالث، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يثرون على فعلهم، إذا رأوا من يفعلوا وأتفق أن حقوق المشركين من المحظورة أنه لا يقوم ولا يقوم ما يطيع أن يقوم الكفار ولا ينمون من عدوهم من الكبار كتبرهم به عن المصالح، وإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. قول ونقل نور رسول فالصور قوله تعالى لا يكون فيه أبدا، وقد نقى عليه الصورة والضمير يعود على مسجد الصورة. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتوارث الساعة، وشو أنها حرم الناس الوفاء في هذه الأرض لأنه تكتب معاه في الشيء. ولما كانت هذه مكان شرك حرم أن يؤدي الإنسان على وجه يشبه الشرك به، لأن الضغط في هذا المكان هو بحور أول مشابه للمسلمين في عمله، مشابه للمسلمين في عمله، والضغط في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضهم هذا الصنم. نعم مطارق وبهذا يمكن أن نعرف أن نظور الإشكال في مسألة الشرط الخميسة، وإن مسألة الشرط الخميسة وإن كان ثلاث لكن ثلاث أن الخميسة فيها تفارق فراق المؤمنين فراق المسألة المصروف عندهم وهو العمل وراء الصلاة 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 وكوض المعصي أطباع في أرض الأرض لا أطباع في أرض الأرض أطباع صار العلماء المسجد القديم أطباع المصادر أطباع من الأطباع والقديم منها أطباع من الدنيا فأيضاً بار الأطباع في أثر في المصادر. الثالثة ربط المسألة المشكرة إلى المسألة المبينة هو قوى الإشراع قوى الإشراع في الآية ومسكين في الآية
هذه ضوء ربها يعني صار أو كون مسرة رب مسرة مسرة هو مسرة ضوء هو ضوء بنت وأخ
عن من شقيق. ها؟ عن من؟ إن كان لك من أم سقط والباطن من عم شقيق. إن كان لك لأب أو شقيق أخذه وسقط العم. هذا الآن أكون الرجل يخرج ضوانة ما يولد الحراء والاحتمال ولد ولهذا فكر بقوط الله المعلق عن ماذا يقول الاستفسار المسكي متى إذا احتاج إلى ذلك وإن نقرأ مبحث الخامس أن تصنيف الوقعة بالنادر إذا بحث به إذا خلا من النوام وقوله أو بجنان الثالثة المنع منه ولكن الله إذا خلى النوام سواء كانت نوامه واقعة أو متوقعة فالواقعة مهم أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من عيال الجاهلية والمتوقعة ما يخشى أن يكون قد حباب لتعظيم هذا المكان وان خفي ذلك كان ممنوع واضرب نحل واحد كذا الى بغى يرحي واضرب يرحي عند الجبل يجوز هذا ولا لا وفي الاخر جائز لكن اذا كان يخشى ان العوام يقولون لولا ان في هذا المكان مضيه ما راح هذا الرجل يذبح ناس واذا كان يخشى من يقول ولو متوقعا هنا الثالثة المنع منه يعني تسقط بقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله مما ولو بعد زواله من قوله هلك كان هذه علم الناس كانت علم الناس هل كان فيها وثن فعليه يقول ولو بعد زواله اي بعد زواله مش المشهور الضعوف اي مش شان معاك